السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نرسم في الانكسكيب مثلا نرسم دايرة، ادوس اول نقطة بعد كده ادوس تاني نقطة فيبدأ يرسم لي الدايرة، او ممكن تدوس على شيفت فبيخلي اول نقطة دوستها هي المركز بتاع الدايرة، لو دوست كنترول بيخلي الاتنين قد بعض، يعني المسافة من هنا لهنا هي قد المسافة من هنا لهنا. طيب هرسم دلوقتي مثلا نجمة، والنجمة دي هبدأ أغير اللون بتاعها بالشكل دوت وهكذا. طيب خليني أنقل النجمة دي عند الدايرة، وطبعا تقدر تتحكم في حجمها. هنعلم على الاتنين ونروح على الباص ونقول له يلم، فبيخليهم هما الاتنين يتحدوا مع بعض وهتغير كل الخصائص بتاعتهم مع بعض. طيب لو دوست كنترول زد وبعد كده عملت سيلكت تاني، ممكن تيجي من باص وتختار مثلا ديفرنس، تمام، فيبدأ يشوف الأشياء المختلفة يطرح ده من دوت، أو ممكن تقول له لأ أنا عايز مثلا من باص الجزء المشترك بس هو اللي يبقى موجود، أو ممكن تقول له من باص أنا عايز الإكسكلوجن بالشكل دوت فيطرح الجزء المشترك وهكذا. طيب من ضمن برضه الحاجات الجميلة من باص ممكن تقول له باص إفكت، فيبدأ يفتح لي شاشة كده أقدر أضيف أي مؤثر أنا عايزه، يعني من زائد ديت ممكن تقول مثلا انا عايز اخليها ميرور اخليها سيمبل زي ما انت عايز، مثلا سكتش هيبدا يعملها كانك انت راسمها بخط اليد. طيب ممكن تشيل العلامه دي بحيث ان المؤثر ده ما يشتغلش معاك. طبعا هو مديك حاجات كتيره جدا تتحكم فيها، يعني تقدر تغير خصائص كتيره جدا، عدد الخطوط السكتش اللي مرسوم بيها الشكل مثلا اهو. تمام طيب انا هلغي المؤثر دوت، وبعد كده هقول له انا عايز مثلا مؤثر زي مثلا باور ستروك مثلا، فيبدا يجيبها لي بالشكل دوت. ممكن تقول له طب انا عايزها مثلا بالشكل دوت باور ماسك وهكذا. كل حاجه انت تختارها بتبدا تختار الحاجه المناسبه او اللي انت شايفها كويسه. تمام جوين تايب مثلا وهكذا، تبدا تختار الاشكال اللي انت عايزها. لو عملت زوم هتلاحظ التأثير اللي حصل وهكذا.